السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل كنافة بالمكسرات، حاجة كده ما تاخدش 10 دقايق وتلاقي صينية الكنافة قدامك، تحفة طعم وريحة وجمال ما فيش بعد كده. هنبدأ على بركة الله مع 1/2 كيلو كنافة، 1/2 كوباية سمنة، ومكسرات للحشو. هقطع الكنافة كويس أو فرفتها كده وأعملها قطع صغيرة. بعد كده هجيب حوالي معلقة كبيرة سكر وفضي السمنة وادعك الكنافة دعكة كويسة جدا بحيث ان السمنة تغطي كل حتة في الكنافة، تتغلف بيها كده وانت بتقلبيها كده وبتدعكيها. حاولي تقطعي فيها عشان لو في حاجة طويلة تتقطع. انا عايزة الكنافة تقريبا ناعمة، كل ما تكون ناعمة كل ما تبقى كويسة جدا لما تيجي تحطها في الصينية وتضغطي عليها بتنضغط بسهولة. كده خلاص الكنافة جهزت. هجيب صينية متوسطة الحجم، هرص فيها الكنافة اللي هي الطبقة الأولانية. هملأ كل الفراغات هضغط عليها كويس جدا عشان ابططها خالص اول طبقة عشان ما تبقاش هايشة. انا مش عايزة الكنافة هايشة. لو ايدي مش مساعداني ان انا اضغط عليها كويس هجيب طبق او اي حاجة عندك واضغط بيها. كده ضغطت عليها جامد، بعد كده احط المكسرات. اي نوع مكسرات عندك؟ انا استخدمت تشكيلة كانت عندي، جوز الهند على سوداني على عين جمل على بندق على كاجو، اي حاجة موجودة عندك او المكسرات اللي انت تحبيها. هبتدي احط الطبقة التانية بتاعت الكنافة. هضغط برضو بعد ما احط الطبقة التانية، هضغط جامد عشان اخلي الكنافة الطبقة التانية تلبك في بعضها الكنافة. بعد كده بدخلها الفرن وطلعت بالمنظر ده. هضيف لها الشربات، والشربات ده انا عملته عبارة عن 1.5 كوباية سكر، 1 كوباية مية، عصرة ليمون، وسبته على النار حوالي 5 دقايق وطفيت عليه وسبته يبرد. اول ما طلعت الكنافة سخنة سقيتها بالشربات. وده الشكل النهائي بتاعها. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. في أمان الله.